أخيرا يا جماعة اللي فيه قادر يساعد عن طريق قريب له، عن طريق أخ، عن طريق تاجر. المهم ما ننسى هدول الناس اللي اضطروا، لناس فقدوا أغلى ما يملكون من 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 أولادهم، من أحفادهم، من أطفالهم، من بيوتهم. اضطررت ناس كامل ما ضل معها خبز، ناس تشردت، ناس بحاجة لمساعدة، بحاجة لمساعدة. اليوم ما بكفي إنه اليوم أنت بس تقول لشخص كيفك شو أخبارك. أنا برأيي إنه لازم اللي قادر أو مستطيع إن كان جوا أو برا يقدم مبلغ مالي أي عائلة بشوفها محتاجة أو فقيرة ويساعدهم بقدر الإمكان. الحمد لله الشعب السوري بالشمال المحرر يعني كان الكل إيد وحدة، الكل وقف مع بعض، الكل ساند مع بعض. المساعدات اللي تمت من الجوامع، من حملات الشعبية اللي صارت في الضياع، المساعدات المتضررين من الزلزال، كان شيء مفرح جدا جدا بمعاس الأمل والتفاؤل. عندنا في المناطق الشرقية في دير الزور في الرقة ما قصروا كمان مع المساعدات، ونحن ملغينا عن أي مساعدة دولية إن كان من الأمم المتحدة ولا غيرها. الشعب السوري قادر إنه يساعد بعضه ويوقف مع بعض. لازم يا جماعة نحن ما ننسى، برجع بقول لكم كل واحد تضرر أو كل واحد أذى في هذا الزلزال بنساعده.